السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة أيمن للمعلوماتية. طبعا اليوم هذا فيديو جديد في دورة نظام تشغيل الدوس. اليوم الفيديو السابق تكلمنا عن آخر شيء في الفيديو، كان عن الحذف عن طريق الأمر RD. طبعا الليلة حنكمل الفيديو اللي بعد، راح نطبق الأوامر. فعندنا أول ليلة أوامر جديدة، هو نفتح الشاشة نعمل كلير سكرين وانتظروا أنا راح أوقف الفيديو شوي. يا شباب طبعا الأمر اللي حناخده نحنا الأمر REN أو بيقول عليه رينيم. طبعا رينيم بيستخدم طبعا لتغيير الأسماء الفهارس، يعني من الاسم التغيير اللي هو تغيير، يعني تغيير أسماء الفهارس أو الملفات أو المجلدات. راح أعطيكم مثال شباب تكمل الفيديو السابق، نعمل cd/ ندخل على الملف اللي اسمه cd، الملف اللي اسمه new folder، يعني كان أخذته أنا قبل كده cd new folder. دخلنا على هذا ندخل، يلا راح نبدأ. الأمر رينيم يستخدم لتغيير أسماء الفهارس زي ما شايفين، رينيم للأمر الصيغة بتاعته REN. هذه الصيغة بتاعت تغيير الاسم زي ما شايفين. نعمل هناك أمر آخر اسمه tree، هو لعرض الشجرة، يعني تعرض لك الملفات اللي هو زي ما شايفين. أنا داخل النيو فولدر عندي 3 ملفات، كانوا 4. الفيديو السابق في الحذف حذفنا رقم الملف اللي اسمه ايه، اللي أنا فضل علينا بي وسي ودي. طبعا راح نطبق على مشاريع، راح نطبق الشرح. حاليا عندي بي سي دي، طبعا خليكم معي. هنكتب الأمر REN، نكتب اسم الملف القديم، مثلا دعينا نغير الاسم الملف اللي اسمه بي، نكتب بي، نعمل سبيس نكتب الاسم اللي عايزينه، مثلا دعينا نكتب A، دعينا نكتب A، 2A، نضغط إنتر، فكده يتغير الاسم من الملف اللي اسمه بي. حول لايه؟ يلا نتاكد من شغلنا، نعمل تري للشجره. عملنا تري زي ما شفتوا، البي اللي كانت هنا الان بقت مكانها ايه. الرينيم، امر الرينيم طبعا لتغيير الاسماء، تتغير تغيير اي اسم. الصيغه بتاعتها تكتب REN سبيس اسم الملف سبيس الاسم، يعني اسم الملف اسم الاسم القديم، مثلا الاسم القديم ايه ايه، اسم الجديد نعمل بي بي، نضغط انتر، نعمل تري للشجره نتاكد من امورنا. فزي ما شايفون هنا كان ايه، هنا كان بي، هنا بقى بي، يعني اذا غير طبعا. والامر تري عرض الشجره، يعني اذا جات انت بداخل امتحان او الدكتور تبعك قال لك اعطيني مثلا عرض للشجره لانه بده يشوف الملفات اللي جوا، تعمل تري عادي. يعني مثلا انا عايز اعرض الشجره، إذا أنت تعرض الشجرة لملف وأنت أصلا ما جوا الملف، تكتب تري اسم الملف. أما إذا أنت قاعد جوا فما في، ما ضروري إنك أنت تكتب اسم الملف، لأنك أنت أصلا قاعد جوا الملف. أنت لما تكون قاعد في نفس الملف ما بتعمل تري اسم الملف لنفس الملف قاعد فيه. يعني أنا حاليا كده عملت تري للملفات اللي جوا، لكن لما أكون في الغرس سي مثلا عملت سي دي سلاش، حاليا أنا كده ما حاجة كده، انا برا نيو فولدر، برا نيو فولدر هنا دي. نعمل مثلا تري نعمل نيو فولدر نعمل تري كده، نحن برا عملنا عرضنا الشجرة ونحن برا، تكتب تري نيو فولدر لان نحن برا الفولدر. لكن لما نكون جوا الفولدر نعمل مثلا سي دي، نعمل نيو فولدر، نضغط انتر. لو كتبنا تري
نيو فولدر، نيو فولدر. ما حيجينا غلط لان احنا قاعدين في نفس الفولدر زي ما شايفين. نطبق لكم، فزي ما شايفين نحن جوا. قال لك انه نحن ما بتقدر تستخدم في اطار الشجره لانك انت داخل الشجره. اليوم طبعا راح ندخل في حاجات كثيره، منها الار اي الدي اي ار. الدي اي ار ومشتقاته من الدي اي ار، هي الامر الدي اي ار هو من اوامر الداخليه. وظيفته عرض الملفات الموجوده على الفهارس الحالي، ومن خلاله نستطيع عرض اسم الاسطوانه والرقم المسلسل لها، اسم الفهرس الحالي والمسار الحالي له. نمره 3، عرض الملفات الموجوده بخمسه بيانات، هي اسم الملف، بيعرض لك مثلا اي ملف، بيعرض لك اسم الملف، نوع الملف، مساحه الملف بالبايت، تاريخ انشاء الملف، وقت انشاء الملف. نمره 4، عرض الفهارس الموجوده باربع بيانات، وهي اسم الفهرس، علامه الفهرس، وتكون على شكل دي اي ار بجوار اسم الفهرس، تاريخ انشاء الفهرس، وقت انشاء الفهرس. طبعا رساله تعرض اجمالي عدد الملفات الموجوده بالفهرس الحالي. يعني حاليا بعد ما تعمل انت تحسب الفهرس كلهم، بيجيك رساله تهيك بيوريك عدد الفهرس. لما انت تحسب كل مره واحد واحد، فبيجيب لك عدد الفهرس كلها. وكذلك المساحه الكليه، بيجيب لك المساحه الكليه للملفات دي. ونمره 6، المساحه الحره او الشاغره على الاسطوانه، بيعرض لك المساحه الحره او الشاغره على الاسطوانه او القرص. طبعا فنحن يلا نتعرف على الاوامر دي، عندها اوامر كثيره. فهذه الاوامر تبع الدي اي ار، دي اي ار سلاش بي، دي اي ار سلاش دبليو سي ار، دي اي ار سلاش بي. الامر الاول، هذا صيغة الأمر الأول. وظيفته لعرض الملفات صفحة صفحة. فهمتوا؟ يعني مثلا عرض الملفات صفحة صفحة، نجي ننفذ الأمر. مثلا CD ننفذ في كل الملفات، يعني مثلا DIR ننسخ، بدل ما نكتب ونضيع وقت ننسخ ونعمل كوبي بيست. لهذا زي ما شايفين العرض الملفات صفحة 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 صفحة. الأمر الثاني، لعرض الملفات بعرض الشاشة، لعرض الملفات بعرض الشاشة. يلا نشوف بعرض الملفات، نجرب ننفذ هذا الأمر. نكتب دي اي ار انتر زي ما شايفين. الامر الثالث، وظيفته لعرض اسماء الفهارس الملفات ونوعها فقط، يعني الملفات ونوعها فقط يعني. ونحن نجرب ننفذ الامر دي اي ار بإضغط انتر. وزي ما شايفين عرض اسم الفهارس والملفات ونوعها فقط. يعني انا حاليا ما عندي فهارس، لكن ما عنديش ملفات بداخل الفهارس. فالامر الرابع دي اي ار ال، اللي هو لعرض اسماء الفهارس والملفات بالحروف الصغيره. يعني اصلا الملفات بالحروف الصغيره، ولكن عرض لنا نشوف زي ما شايفين، عرض لنا اسماء الملفات بالسؤال بالحروف الموجودة. الامر دي اي ار اس، دي اي ار اس هو لعرض كل الملفات والفهارس الموجودة بالفهرس الحالي. يعني مثلا الفهارس عندنا 3 ملفات اصلا، فزي ننفذ عليهم بيعرض لنا كل الملفات كل الفهارس. الأمر دي اي ار او هو لعرض الفهارس والملفات مرتبة ترتيبا أبجديا من A إلى Z. يعني الأمر دي اي ار او هو بيعرض لنا كل الملفات مرتبة ترتيبا من A ل B،
زي ما شايفين نكتب نكتب انتر. زي ما شايفين رتب لنا الملفات. طبعا نجي نكتب الامر OS. هذا الامر لعرض الفهارس الملفات مرتبة حسب مساحتها بالبايت من الاصغر الى الاكبر. يعني دي معناها انه كتبنا هذا الامر ده بيردنا الملفات الفهارس مرتبة حسب مساحتها، يعني حسب المساحة. الامر DIRO كان مرتبة ترتيبا ابجديا، يعني ما في اي مساحة، اما دي فيها مساحة وترتيبا من الاصغر للاكبر. ننفذ الامر. زي ما شايفين مرتب من الاصغر للاكبر. نعمل cd slash نجي نكتبه. زي ما شايفين هنا مرتبين من الاصغر للاكبر، من الاصغر للاكبر. طبعا الصيغه dir a slash ah هو لعرض الملفات المخفيه، يعني لو في ملف مخفي هو بيعرض لنا كل الملفات المخفيه. يعني مثلا نجي ننفذ الامر بتاع DIRS في يلا الملفات اللي ظهرت دي هي الملفات المخفيه فقط، يعني هذه الملفات المخفيه. طبعا في اي نظام ويندوز في ملفات بتكون مخفيه، لانه لو اتحذفت هيخرب النظام كله. عشان كده ويندوز لما تلقى ملفات مخفيه مخفيه يعني ما تقدر انت تصل لها الا تعمل لها اصهار. وطبعا هذه الواحد ما عنده خبره ولا حاجه زي ما حيقدر يصل لها الا بظهير. فهذا الامر بيظهر لك كل الملفات المخفيه داخل الويندوز. الامر DIRAR هو عرض الملفات للقراء فقط، وهي محميه من الالغاء. يعني الامر ده بيدلنا الملفات عقد الغلاء فقط، يعني مو تقدر انك تعدل فيها، بس انت تقراها فقط، ولانها هي محميه من الالغاء. يعني ما بتقدر مثلا تحذيف ولا حاجه، زي ما بتلاقيك انت مرات صعاب في انك تحذف ملفات الويندوز من الداخل. يعني حتى لما تعمل جديد للويندوز ما حتقدر تحذفها للملفات اللي جواله. وفي ملفات ما بتتحذف حتى لو في برامج لما تنزلها تكون مشغله البرنامج، لما تيجي تحذف البرامج او ملفات اللي جوا ما حيتحذف لك طبعا، لانها زي ما بقول لك هي محميه من الالغاء. هذا الامر بعدين. نجي للامر اللي بعديه DIRAS وهو عرض ملفات النظام فقط. يعني الامر DIRAS هو لعرض ملفات النظام فقط. يعني نجرب بعرض ملفات النظام فقط من القرص الدليل الرئيسي السي. نجي ل DIRAD نعمل له كوبي. هو وظيفة هذا الأمر هو عرض جميع الفهارس فقط بدون الملفات. يعني ده بيعرض لك الفهارس فقط، ما بيعرض لك أي ملفات. فهمتوا معنا؟ يعني ده بيعرض لك، يعني لو في ملفات أو في مثلا برامج أو صور أو فيديوهات ما هيعرض لك، ما هيعرض بس الفهارس فقط. الفهارس فقط، يعني زي الفهارس مثلا نيو فولدر، فهرس كده فهرس كده كله بيعرضه. زي ما ده الفهرس اللي اسمه سودان اللي عملناه هنا، وجوا السودان عملنا في فارس اسمه نيو فولدر عملناه، تلقاه هنا، لكن الملفات اللي جوا له ما حد لقاه. الأمر الأخير هو عرض الملفات. الأمر DIRA هو عرض الملفات التي تحمل علامة الأرشيف فقط. بعدين ما شايفين اكتب هذا الأمر. الأمر DIRA هو عرض الملفات التي تحمل علامة الأرشيف فقط. يلا نحن نكون خلصنا استخدامات DIR. نجي لمشتقات الأوامر، يعني مشتقات الأوامر للملفات أو الفهرس. نعمل كلير سكرين، نضغط إنتر، نفتح الشاشة. يلا نجي نطبق على بسم الله. الامر DIR DIR نجمة
دوت اس واي اس. الامر ده بيعرض لك الملفات التي لها الاسم الامتداد اس واي اس. فهنا ماف فالمفروض يكون بيناتهم سبيس. فزي ما شايفين معلوم ما في ملفات امتدادة اس واي اس. او ممكن نقول نكتب نجرب نكتب بالكابيتال. فزي ما شايفين عرضوا لي عرضوا لي الامر دايركتوري سي. ما بقول لك فايل نوت فايل يعني ما بيوجد. نجرب امر اخر كي نوقف الفيديو شوي. فنحن نجي ننفذ مثلا لعرض الملفات الامتداد اي اكس تي 14. نجرب نكتب دي اي ار سبيس نكتب نجمة اي اكس اي سلاش دبليو سوري دبليو نضغط انتر. فقال لي هنا في في فهرس واحد لعرض الملفات الامتداد اي اكس تي في ملف واحد زي ما شايفين. ده الملف يقول لك فايلز زيرو. هنا ما في ملفات هنا في دايركتري او الدلائل الفهرس في فهرس واحد اسمه اي اكس اي. طبعا نجي نشوف الامر البعدي مثلا مثال نضغط مثلا دي سبيس نجمة سبيس نجمة لا نضغط انتر نوت فايند لا يوجد لا اي صح. هذه الطريقة يعني قلت له اعطيني العرض الملفات التي او حرفها من اسمها دي. يعني انا اعطيته امر هذا الامر قلت له اديني اي اسم ملف بداية بيبدا بحرف دي. يعني ما مهم الحرف الثاني او الثالث او الرابع او الامتداد. قلت له اديني اي ملف بداية اول حرف له دي. فهنا زي ما شايفين انا عرض لي الملفات او الفهرس. فنجيب حاجات نكتب امر او مثال ثاني نعمل ايوه او نجمة دوت نجمة العرض الملفات التي يكون في الحرف الثاني من اسمها او. زي ما شايفين هذا الامر قلت له الاول الديني ملف بيبدأ بالحرف الثاني بيبدأ الحرف الثاني بتاعه بالحرف او. يعني الحرف او يكون اي اسم ملف الحرف الثاني لو بأو وريني اسم الملف ده او جيبوا لي ملفين. الملف الاسمه الملف الاول اسمه جو جيمس الملف الثاني اسمه ايضا زي ما شايفين. طبعا ده هو الموجود. نشوف مثال ثاني مثلا نكتب دي اي ار basic dot enter. زي ما شايفين للتأكد من وجود الملف basic في ملف basic اسمه basic dot exit. للتأكد من وجود الملف نكتب هذا الأمر. زي ما شايفين كلمنا الأمر يتأكدنا منه إنه موجود زي ما قالوا dir2. وإذا الملف كان ما موجود بيظهر لنا رسالة زي دي بيقول لنا file not found لا
لكن الملف موجود، فما جابنا الرسالة دي. فكده يا شباب نكون انتهينا من الحلقة دي، فنجي نشوفكم في حلقات جاية. فما تنسوا انكم تدعمونا في القناة، تعملوا سبسكرايب لايك شير للفيديو، ان شاء الله بكون كمل لكم هذه الدورة وادخل على دورات تانية بإذن الله. شكرا لكم.